سليمان الحلبي وبستان القصر وتوقع عشرات القتلى والمصابين في صفوفها. في حين أحبطت وحدات ثانية محاولة إرهابيين التسلل إلى الأشرفية وحديقة الزراعة شرقية منطقة بستان الباشا ودمرت لهم رشاشا ثقيلا ومدفعي هاون. مشاهدينا الكرام، جولة مصورة في معظم المناطق التي شهدت اشتباكات ما بين عناصر الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة التي حاولت التسلل إلى المناطق الآمنة والتي تشهد تواجدا لجيشنا الباسل. على كل عدة نقاط وعدة محاور، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة تواجد الجيش العربي السوري في معظم النقاط الاستراتيجية المهمة هنا في تلك المناطق. على كل المناطق هي كرم الجبل وأيضا الصاخور، تجميل سليمان الحلبي، وأيضا عدة مناطق أخرى سنتابع كل تفاصيل بالصوت والصورة. وطبعا الصورة ستكذب هؤلاء المرتزقة الذين ادعوا أنهم قاموا بالتسلل والدخول. نعم، هم حاولوا التسلل ولكنهم سحقوا تحت أقدام جيشنا الباسل. كما تلاحظون معنا مشاهدينا الكرام، هذه الحديقة تسللت إليها عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة وقامت بحرقها بالكامل من أجل استكمال محاولة التسلل إلى داخل منطقة سليمان الحلبي، لكن الجيش العربي السوري كان لهم بالمرصاد وقاموا بحرق هؤلاء المرتزقة، قاموا بحرق مساحات كبيرة من هذه الحديقة كما تلاحظون معنا. طبعا مشاهدينا الان عند الخط الاول تماما، اشتباكات هي الان قائمه ما بين عناصر الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحه هنا عند جسر الصخر. هذه المشاهد التي تشاهدون الان هي لباقي منطقه كرم الجبل التي تشهد تواجد لعناصر المجموعات الارهابيه المسلحه، وهناك تمركز لبواسل جيشنا العربي السوري من اجل استهداف هؤلاء المرتزقه في حين حاولوا التسلل في اي دقيقه. هي حلم لهم للمسلحين انه يفوتوا على المناطق الامنه مثل الميدان وسليماني وهالمناطق اللي لحد الان الساب فيها امان بشكل واضح. طبعا كان عندهم خطه امبارح مثل الجسر اللي شفتوه، بدهم يمروا من تحت الجسر. هو مو خطه، هو وهم انه بشكل امن بمروا من هنيك من عند تجميل سليمان الحلبي، بيتجهوا باتجاه سليمان الحلبي، بدهم يفوتوا على الميدان ومن ثم بيفوتوا بتغلغلوا بقلب المدينه. طبعا عندنا عناصرنا كانوا لهم بالمرصاد، كان عندنا كمائن متقدمة، عندنا عناصر كانوا ناطرينهم وجاهزين. تم التعامل معهم بالأربعة ونص صباحا تماما بعد الصلاة، أعلنوا الجهاد وإجوا بأعداد كبيرة باتجاهنا. عناصرنا تعاملت معهم بقوة وبحزم، أوقعنا فيهم خسائر مؤكدة وكثيرة جدا. دامت المعركة بشكل فعلي وقوي لمدة تقريبا الساعة. بعد الساعة صار همهم بس انه نحن حصرناهم بأبنية وطوقناهم، صار همهم بس انه بدهم يسحبوا حالهم، يسحبوا الجساس، يسحبوا الجرحى ويحاولوا ينسحبوا. ولحد الان اساتنا مطوقينهم بالأبنية وعم نطوق عليهم، وان شاء الله ما راح يطلع واحد منهم طبعا على قيد الحياة. كثيرة هي ساعات صفرهم التي يتحدثون عنها، ولكنهم نسوا ان هناك حراسا للجمهورية العربية السورية يحرسون حلبة وحدودها. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، حلب.